بالاساس كنت عم تقول انه بعد الـ NFL تحب حتى معرفك بالتويتر صحيح. انت يعني قديم مسويه على سعودي 49ers صحيح. مع هيك انه اكيد كان لك نادي تحبه في الدوري الانجليزي غير شيفيلد يونايتد؟ ما كان ممكن تسمع لما كان صغير كنت احب توتنهام ايام هودل جلين هودل وارديلس نعم. وارشيبولد يعني من زمان. وبعدين صرت احب يونايتد فتره لما زارنا اليكس فيرجسون هنا في الرياض، بس ما كان يعني انا الانديه اللي اشجعها قليله الهلال الفورتي ناينرز والان شيفيلد يونايتد وبرشلونه. برشلونه بس اقل من الثلاثه الثانيين. طيب وبيرشكوت اوف لما تشوفهم على بالملعب فريقك اللي انت تملكه عم بيلعب مع توتنهام أيوه. بيلعب مع ليفربول عم بيلعب مع ارسنال ما يحتاج اشجع شيفيلد. لا لا قصدي شو احساسك؟ احساسي يعني طبعا يعني احساس حلو لما تلعب يعني لما تقدم صوره جيده، ولما تخسر مثلا السنه الماضيه يعني كان الصعود صعب جدا. بعض الاحيان مثلا في مره لعبنا مع كاردف سيتي واعتقد تعادلنا في اخر دقيقه، وكان هذا ممكن يطلعنا ما نطلع، جاني مخصص يومين بعدها. فيعني طيب